انا مش عارف اشكرك ازاي يا استاذ جمال على اللي عملته معايا. انا اللي مش عارف اشكرك ازاي يا حاج على اللي انت عملته مع بنتي. كفايه انك حافظت عليها من الشارع يعني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يا بختك بيها يا ابني، يا بختك بيها. بنتي بره بتحبك رغم قسوه مراتك عليها. البنت يا ابني بتدخل ابوها الجنه، خلي بالك منها، ربيها كويس. ربنا يقدرني يا حاج، ان شاء الله باذن الله هدخلها المدرسه تاني. لا خلاص خلاص، ما تودهاش المدرسه. ليه يا حاج؟ انا كلفت الاستاذ سعد يكلم مدير مدرسه خاصه كبيره ان شاء الله تكمل تعليمها فيها، وارجوك وديها كمان دار التحفيظ عند الشيخ ايوب. سامحني يا حاج يعني، بس حضرتك عارف ظروفي، انا ما اقدرش على مصاريف مدرسه زي دي. المصاريف اتدفعت السنه دي يا استاذ جمال، وان شاء الله كل سنه هتدفع. انا مش عارف اقول لك ايه يا حاج بصراحه والله. استغفر الله يا ابني، استغفر الله. ده شيك هديه مني الدنيا، ارجوك اشتري لها كل حاجه هي نفسها فيها. خلي بالك منها يا ابني، ربيها كويس. كتر خيرك يا حاج، بس كده كتير. هي عملت معايا كتير يا استاذ جمال، صدقني عملت معايا كتير قوي. علمتني درس ما كان صعب جدا اتعلمه، عرفتني ان القلب الطاهر النقي صعب يتلوث مهما قسيت عليه. البنت يا استاذ جمال كنز، ربنا بيديه للي يحافظ عليه وبيحرم منه اللي ما يقدرش يحافظ على النعمه دي. خلي بالك من بنتك يا ابني، خلي بالك منها، ربيها كويس، ربيها كويس. في عيوني يا حاج، بس هي فين؟ بابا 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 دنيا فرقة لحظات وجع ما بتنتهي. دنيا دنيا شفت لقاء لحظة دفا. حشتيني يا دنيا، حشتيني يا بنتي. الحمد لله انك بخير، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. انا مش عارف اقول لك ايه يا حاج، انا مش عارف اقول لك ايه. كتر خيرك يا حاج. العفو يا ابني، العفو. الاستاذ مراد جه سابها لي وقال لي وصلها للحاج لان والدته تعبانه وراح يشوفها. انت عملت حسابك كويس للمقابله دي جدا. ده غير بقى المفاجاه الكبيره، المفاجاه اللي هتقعدهم بقيه حياتهم في السجن. ما تنساش بس اعترافاتهم كمان، دي كفايه لوحدها. يلا يا دنيا، يلا يا حبيبتي، روحي مع بابا. بابا اتغير خلاص. كل حاجه اتغيرت يا حبيبتي، وهترجعي بيتك وتعيشي ملكه متوجه. بس مش عايز طنط تزعل من وجودي. لا لا ما تخافيش يا حبيبتي، طنط كمان اتغيرت، انا سامعك بودنك دلوقتي. بصي اهو. الو، ايوه يا ميرفت، انت دلوقتي انا فاتح السبيكر وكلنا سامعينك. انت منتظره مين وهتعملي ايه؟ منتظره حبيبه قلبي دنيا، ومش هعمل لها، انا عملت لها خلاص كيكه كبيره احتفالا برجوعها، وكل ما تحب تشوف مامتها اروح انا معاها بنفسي، وبقى ليها اوضه لوحدها هي وبس. شكرا يا طنط، انا بحبك قوي. قوليلي يا ماما. ماشي يا ماما. خلي بالك يا كريم، الموضوع مش سهل. مش سهل على مين؟ هما اللي خلوا بالهم. يا طلعت انت نسيت ولا ايه؟ اللي يلعب مع الاسد يتحمل انيابه. حبيبي يا غضنفر. انا عمري ما انساك ابدا يا عم. ولا انا يا حبيبتي، عمري ما هنساك يا اجمل بنوته في الدنيا، عمري ما هنسى احلى ايام انا عشتها في حياتي، عمري ما هنسى اجمل دنيا. دنيا انت معاك رقم تليفون يا حبيبتي، لو بابا زعلك او عمل اي حاجه كلميني على طول. ها مع السلامه يا دنيا. مع السلامه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب استاذنك انا يا حاج بقى. اتفضل يا رفعت، اتفضل.